كابتن حسين، عايز ارجع لورا شويه بقى في عمليه الاختيارات. ان عمليه الاختيار دي مهمه وصعبه في نفس الوقت. انت النهارده في الاختبارات او في نص الموسم لما بيجي لك مجموعه وعايز يعني تشوفها عشان تضمها، ايه اللي بيقع مثلا من عينك على الولد ده؟ هل القوة الجسمانيه؟ هل المهاره الشخصيه ممكن تبان في السن ده، السن الصغير ده، ولا لا؟ طبعا في ولاد بيبقى عندهم شخصيه. ومن حسن حظي انا طبعا ان انا ال 2009 وال 2010 وال 2011 بداوا معايا من البدايه. ودول كانوا اللي هم لسه ما بيبقى لهمش زي المهرجانات بتاعت البراعم، فانت اللي دخلت يعني دول اللي بيتاسسوا يعني قبل الدوريات، قبل المهرجانات بالظبط. دي اصعب مرحله يعني. المراحل اللي بعد كده ممكن يبقى الولد خد شويه اساسيات الكلام ده كله، فبتبدا تبني على حاجات هو خدها قبل كده. كويس. فبالنسبه لي انا كان يعني من حظي الحمد لله رب العالمين يعني، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا ان الثلاث اعمار اللي هم اللي موجودين دول التسعه والعشره والحداشر انا اللي كنت المدير الفني بتاعهم، فدخلوا ودلوقتي ما شاء الله شغالين. حتى احمد كان معاه السنه اللي فاتت تقريبا كان شغال مع 2009، فيهم عناصر الحمد لله مميزه. انت كابتن بتاخد لما بتيجي بتبص على الـ على الـ على الولاد في كذا طريقه للانتقاء بتاع الولاد. يعني انت بتبص على المهاره. يعني في مدرسه، يعني هسيبك تكمل النقطه دي، في مدرسه يقول لك اختار الجسم في البراعم عشان اقدر اكسب بيه بطوله وانا اقدر اوظفه واعلمه، وفي واحد يقول لك لا، حتى لو الجسم قليل انا باخده ان ده في سن النمو المهاره هتفرق بدل عنده انا من المدرسه الثانيه، مدرسه المهاره. المهاره والتاسيس، طول ما انت عندك المهاره اللي موجوده، ما هي الكوره ايه؟ الكوره لازم تكون الاول يعني نقولها زي بالبلدي كده، لازم تكون بتعرف تلعب كوره. طب لا لو بالجسم وكلام بالظبط، عشان تقدر تبني بعد كده وان انت تقدر ان انت تطور المهاره دي في كل بقى المناحي بتاعتها، سواء خططيه تكتيكيه الكلام ده كله، التاسيس ده كله ان انت تشتغل عليها. انما انا لو خدت جسم قوي دلوقتي، طب ما هو بعدين لما يوصل 16 17 سنه ما القوه دي هتتساوى، واخد بال حضرتك ازاي؟ فاللي هيعيش مين؟ اللي هيعيش اللي عنده المهارة، لأنه كده في لسه مرحلة نمو وبلوغ والكلام ده كله. لما هتيجي بعد كده هوت اللي عنده الأساسيات بقى، اللي اتعلم واللي عنده المهارة واللي عنده الفكر. ولا ودايما في الجزئية ديت حضرتك بتتكلم على الشخصية. أيوة. الولاد بتبان عليها، لأن مش أي حد يجي يلعب في النادي الأهلي ممكن يبقى لعيب كويس. كل اللعيبة على فكرة، اللي معظم اللعيبة اللي بتيجي النادي الأهلي لعيبة كويسة، مش شرط إن هو مشي إن هو وحش، لا لعيبه كويسه وكل حاجه، بس ممكن ما يبقاش شخصيته شخصيه النادي الاهلي، يستحمل انه مكسب طول الوقت بالظبط. انك في القرارات نفسها، لانك انت كمان في المرحله السنيه دي يا كابتن وانت بتشتغل، في ناس كتيره بتشتغل الشغل العادي، انت لازم تشتغل مع الولاد في السن دوت على ان ازاي وهو بيلعب كوره ان هو يفكر، لازم ان هو على العامل الذهني دوت، ان انت لازم تشتغل على العامل الذهني بتاعه. كل الولاد بتلعب كوره، كل الناس بتلعب كوره، بس مين اللي بيلعب كوره وهو بيفكر؟ ده طبعا، لان دي اللي هتديك بعد كده ان تسهل عليك مرحله التطور بتاع الولد، ان هو بيبقى بيفكر في كل المواقف اللي في الملعب، يبقى هو ذهنه حاضر وبيشتغل ويقدر ان هو يشتغل ويفكر. انت بتدي له اساسيات وفي الاخر خالص بتقول له ايه؟ انت صاحب القرار. صح. بتبني انت شخصيه، لا انت كمان بتبني له الشخصيه بتاعته، بتساعده ان هو يبقى هو صاحب القرار. انت بتدي له حلول، ثلاث اربع حلول، وفي الاخر بتقول له انت اللي هتتصرف مش القرار.